بدري مليح على المركز الثاني. من الجانب الاخر هناك سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده سعيد بن سالم لينيبي من يضمره على المركز الثاني. وفي المركز الثالث سلهود سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده سعيد بن عبيد الحميري وشاهين على المركز الرابع. هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده المضمر سهيل بن مبارك بن مرقان لقتبي من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس العابر من هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطرب بن مايد لخيلي من يأتينا هنا بهذه التحديات الجميلة. مطيلان هناك سادسا، مطيلان المنطلق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، عبيد بن محمد بن ضبيعة في التضميرة، وعالي لسمو الشيخ ذياب بالسيب بن محمد آل نجان مع الصادق فضل الأمين هنا بهذه التحديات الجميلة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز نتابع هنا العاصفة وهجنها قادمة في هذه اللحظات بهذه التحديات على سابع مراكزنا. هنا شاهين من هجن العاصفة هو غياث الهلالي، وهملول يأتي على المركز الثامن. هنا هملول في المركز الثامن من هجن الرئاسة، وحمدان بن عوض بالكيلة العامري في التضميرة. بينما المركز التاسع، شاهين في المركز التاسع لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضميرة. وعلى المركز العاشر المنطلق هنا شاهين من هجن العاصفة هو غياث الهلالي في التضميرة. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا المنطلقة بهذا الأداء الجميل والإثارة هنا لمسافة 8 كيلومترات. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وعالي من غير النتيجة رأس على عقب وانتزع الصدارة، انتزع المقدمة لسمو الشيخ محمد بن ذاب بسيب بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين هنا في التضمير في هذا الشوط هذه المجريات. المركز الثاني، هنا يأتي الكاسبي، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري وشاهين. سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع، يأتينا هنا العابر، من هجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيلي من ينطلق على المركز الرابع وخامس مراكزنا. مطيلان في المركز الخامس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بن ضبيعة في تضميرة. وسادس المراكز شاهين من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي. سابع المراكز يأتينا هملول من هجن الرئاسة وحمدان بن عوض بالكيلة العامري في التضميرة. ثامن المراكز سلهود سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري هنا أحد شباب بالخوانيق في تضميرة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. المركز التاسع، ويتواجد هنا في المركز التاسع بهذه اللحظات بهذه الانطلاقات الجميلة وصولا من مليح سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وأحد شبابنا المضمرين شباب المرموم سعيد بن سالم لينيبي من يتابع على المركز التاسع وعاشر مراكزنا. هناك القادم أيضا شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي في التضميرة. هذه هي النتيجة، للمراكز العشرة الأولى. وثاني ندى للمراكز العشرة الأولى المنطلقة هنا والمتحدية في هذا الأداء المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شاهين من غير النتيجة. شاهين من انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين من انطلق من هجن العاصفة هو غياث الهلالي يتابع على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ياتي عالي لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين في متابعته على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا المنطلق بهذا
هذه اللحظات هملول ينطلق من مركز إلى مركز من هجن الرئاسة. حمدان بن عوض بالكيلة العامري في تضميره مع منتصف المسافة، وهنا يأتي العابر المنطلق على المركز الرابع من هجن الرئاسة، أيضا يتواجد بهذا الشعار المميز الجميل ولون الحب والعشق. هنا يأتينا أيضا بقيادة أحمد ومطر ممايد الخيلي، وعلى المركز الخامس أمطيلان في المركز الخامس مشق حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم وعبيد بن محمد بالضبيعة في تضمير من ينطلق على المركز الخامس وسادس المراكز. المركز السادس شاهين سمو الشيخ حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم بقيادة مبارك السيل بن مبارك بن مرخان نكتبي من يتابعه هنا على المركز السادس وسابع المراكز. المركز السابع مليح قادم على المركز السابع هنا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أبو خليفة سعيد بن سالم لينيبي من يتابعه على المركز هنا السابع. والمركز الثامن شاهين اسمه الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نجان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميره، وهناك أيضا العاصفة وهجنها القادمة مع شاهين أو التضمير هناك مع أيضا غياث الهلالي، ويأتينا شاهين اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم مع تيك بن سالم بالعرض الحميري على عشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه التحديات المتميزة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة مع 3 كيلومترات ما تبقى هنا من حزام الغابات. نتابع المسيرة، نتابع التحدي، نتابع شاهين المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي على الصدارة وعلى المركز الأول. عالي في المركز الثاني، عالي يأتينا على المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب سيبر محمد آل نهجان مع الصادق فضل الأمين، وعلى المركز الثالث هملول في هذه الثلاثية في تشكيلة رائعة هنا بمتابعة متميزة عبر قناة دبي ريسينج الناقلة لهذا الحدث من أرضية هذا الميدان من تحفة ميادين السباق من الميدان الذكي هنا بالمرموم. هملول يأتي على المركز الثالث من هجن الرئاسة، وحمدان بن عوض بالكيلة العامري في التضمير في هذه الثلاثية الجميلة هنا مع المنعطف الأخير وزاوية الاتجاه إلى المنصة الرئيسية. المركز الرابع وأرى العابر هنا على المركز الرابع من هجن الرئاسة، وهنا أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في تضميره، وعلى المركز الخامس أمطيلان في المركز الخامس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة، شاهين من الجانب الآخر من هجن العاصفة وغياث الهلالي، وهنا شاهين الآخر يأتي سابعا لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نجان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضميرة، وشاهين في المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهي بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرض الحميري، تاسعا شاهين من هجن العاصفة، وعاشرا شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سيل بن مبارك بن مرخان. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بعد أن غادرنا مضيق العبور هنا واتجاهنا اتجاه سليم إلى المنصة الرئيسية إلى الفوز وإلى الناموس. ها هنا نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. انطلق هملول بالصدارة بالمقدمة، هملول من هجن الرئاسة، حمدان بن عوض بالكيلة العامري من يتابع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. بدأ ينطلق بصدارة هذا الشوط، بدأ ينطلق بالفوز وبالناموس هنا على الصدارة وعلى المركز الأول. صاحب سجل حافل هذا في العام الماضي كان له منافسات قوية هنا على أرضية هذا الميدان.
الآن ها هو يعود اليوم أيضا بتحديات جميلة وإثارة متميزة. المركز الثاني عالي ينطلق على المركز الثاني، عالي على المركز الثاني لسمو شيخ محمد بن ذياب السيف بن محمد آل نهيان، يتابع الصادق فضل الأمين وشاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، ولكن خلاص انطلق هملول على الفوز، انطلق على الناموس، انطلق بالتحدي هنا بهذا الأداء الجميل بهذه الانفرادة المتميزة هنا على صدارة هذا الشوط. هو تشاهدون هنا 800 متر الأخيرة هملول على الصدارة، هملول على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن الرئاسة، حمدان بن عوض بالكيله العامري من يتابع على الصدارة على المركز الأول ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالفوز وبالناموس. المركز الثاني عالي في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف بن محمد آل نهيان، تابع الصادق فضل الأمين على المركز الثاني، وثالثا شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي، ولكن هنا خلاص هملول هو المسيطر، هملول المنطلق على صدارة هذا الشوط، المنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هو تشاهدون هملول على صدارة هذا الشوط، تهانينا تهانينا للمرة الثانية لهجن الرئاسة على هذا الأداء المميز الجميل لهملول، تهانينا لحمدان بن عوض بالكيله العامري على فوز هملول بالمركز الأول ولحظة وصوله إلى قطب النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس كما عودنا بالعام الماضي بإنجازاته، ينتزع هنا الصدارة. المركز الثاني عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف محمد آل نهيان، المركز الثالث وصل شاهين من هجن العاصفة، المركز الرابع شاهين آخر من هجن العاصفة، المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، يأتينا خامسا وسادسا العاصفة وهجنها والتوقيت الزمني هنا أيضا مع أبو عدنان، تابع لنا توقيت هملول ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس، قاطع المسافة في 13 دقيقة 18 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني هنا في هذه التحديات المتميزة الجميلة. المركز الثاني عالي ب 13 دقيقة 19 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف بن محمد آل نهيان، والتهاني للصادق فضل الأمين شاهين في المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، قاطع المسافة في 13 دقيقة 25 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس.